سخرية واسعة من لبنانيين وعرب على نائب لبناني بسبب مقطع قديم له أعيد تداولها أمس بسبب دخول القوات التركية إلى مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا. المقطع يعود للنائب وئام وهاب ويعود تاريخه إلى 4 سنوات، حيث احتوى على تهديد منه باسم نظام الأسد وحزب الله ونظام طهران للحكومة التركية في حال قررت الدخول إلى سوريا، قائلا بأن 100,000 صاروخ سيسقط على المدن التركية إن هي دخلت مترا واحدا داخل الأراضي السورية. ناشطون علقوا بقولهم: أين هي الصواريخ التي أخبرت الناس عنها؟ إذا فات متر على الأراضي السورية رح ينزل عليه 100,000 صاروخ. اثنين من سوريا إذا ومن كل المحلات، بس يفوت متر يحتل الأراضي السورية أنا من الناس اللي رح قاتل يعني. وأنا أدعو كل اللبنانيين اللي مؤمنين بهذه الأمة